مرحبا بكم في يوميات ستارلايت. بأداء مثالي وحضور جميل على المسرح، قدر عمر ميموني ممثل مدينة تطوان يخطف الأضواء ويتأهل للمرحلة الثانية من البرنامج. عمر ميموني مدينة تطوان، اليوم غنيت بيبان زاري والحمد لله تفتحوا البيبان وخمسة ديال الأضواء الحمد لله. فينك زمن الحب طلت شوف نوصلنا، قلب ما يحن في قلب والناس ولا تخلانا. كواليس كانوا مزيانين صراحة الله، كان واحد ستريس ولكن الحمد لله يعني حاولنا نتغلبوا عليه. باش تحل عليا الباب ديال لاصين كانت واحد الفرحة بزاف كبيرة، وكان واحد ستريس يعني ملي كنت داخل حسيت براسي كنسرع صراحة الله. ملي كتشوف مثلا الاصدقاء ديالك كياخذوا ديك الاضواء فهمتي، كتقول حتى انا يعني خاصني هذيك الاضواء نحصل عليهم حتى انا. تشعلوا لي أربعة ديال الأضواء فرحت بزاف، فرحت واحد الفرحة اللي بلا ما نقول لك، كنت كنقول على الله يبوطي الدوزي، والحمد لله في الدقيقة الأخرية بوطى عليا، وهذيك هذيك هي كانت أكبر فرحة. الحمد لله لي كومونتير ديالهم كاملين كانوا مزيانين، انا عجبوني بزاف وكنت فرحان ملي كانوا كيتجاوبوا معايا بديك الطريقه اللي عجبتني صراحه الله، خصوصا العمل الحلوم اللي قال ديك الكلمه فهمتي الواعره يعني كانت تسمى في حقي صراحه الله، يعني واحد الفرحه ما تتصورش يقدرش. غنى بدون اي غلط لا في المقام ولا في الايقاع، واللي اجمل من ذلك كله غنى بلا اي عناء بلا اي تعب. سامبل سامبل شكرا. وغنى مغربي وغنى اغنيه صعيبه، وهنا تحيي الدوديه لان اغنيه واعره. كنقول الجمهور اللي كيدعمني وكيتفرج فيا ان شاء الله يا ربي، كنتمنى نكون عن حسن الظن ديالهم وان شاء الله نكون في المستوى.